حلقة المدينة. تواصل معكم صباحا مشاهدينا. تحدثنا في بداية الحلقة عن أهمية العمل الجماعي، لكن زي ما عارفين أنتم في الشهور الفائتة يعني الأمطار كانت كثيرة جدا، تضرر عدد من المناطق السودانية جراء السيول والأمطار، الأضرار كانت بالحجم الكبير جدا اللي عادت على أهلنا، لكن فاض الشعب السوداني بالخير الوفير أيضا بالتكافل والتراحم. كمان على عملية السيول والأمطار تضررت بعض الطرق الرئيسة اللي بتربط ما بين ولاية الخرطوم وولايات أخرى، أهمها طريق الصادرات الجديد يعني اللي شيد حديثا، لكن عن طريق السيول اجتاحته بالصورة الكبيرة. تحدث هذه مرة عن الإنذار المبكر، هذه الثقافة اللي ممكن نتنبأ من قبل حدوث الكوارث وطريقة المعالجة مباشرة. نعم، علشان كده هيكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ أبو القاسم إبراهيم إدريس رئيس وحدة الإنذار المبكر، نتحدث بشفافية تامة عن حالة الطقس هذا العام. أهلا مرحبا بك أستاذ أبو القاسم، منورتنا عبر صباح الشروق. مرحبا بكم، عبركم سعيد للإطلال على الشعب السوداني. نعم، على مشاهدي قناة الشروق بالأخص. يمكن أستاذ أبو القاسم، يعني كانت ولاية النيل الأبيض هي الأكثر ضرر من هذا العام، وفيضانات وسيول هذا العام برضو هي الأقوى، يعني وعدد كبير جدا من المنازل والبيوت والمناطق تأثرت بالفيضان. عايزين نتكلم بصورة عامة عن مفهوم وحدة الإنذار المبكر أولا عشان المشاهد يكون عنده معلومة، بعد ذلك ندف لبعض المحاور المهمة. نعم، منظومة الكوارث يعني منظومة فيها عدة وحدات أو عدة مكونات عاملة في نفس الوقت. نحن في الهيئة العامة للرصاد الجوية دورنا دور معلوماتي، نوفر معلومات عن التوقعات بالظواهر المناخية اللي ممكن تعمل أضرار، بنديها لكل الجهات اللي لها علاقة بالكوارث ودرء الكوارث، وجهات كثيرة وقطاعات مستفيدة من معلوماتنا، كذلك ناس الزراعة وناس الثروة الحيوانية. ولكن في هذا الموسم دائما تركيزنا في الطوارئ بيكون مع ناس الدفاع المدني وغرف الطوارئ عموما. يعني معلش، طيب سؤال، التوقعات بتكون بناء على شنو؟ يعني هل بيكون في رصد معين؟ بيكون في متابعة بينكم مع جهات ثانية؟ يعني كيف بتتوقعوا انه في زيادة في المنسوب؟ يعني في ناس ما عندها فكرة انه كيف تتوقعوا هطول الأمطار، كيف تتوقعوا زيادة وارتفاع منسوب النيل؟ التوقعات لها وسائل وتقنيات تستخدم في هذه التوقعات. التوقعات هي نماذج عددية ونماذج عالمية شغالة، ونحن عندنا نماذجنا الخاصة في السودان مركبة، هي اللي بتبني توقعات على رصد حالة الغلاف الجوي الحالية. خريطة توضح يعني دي خرط بتوضح مخرجات بتاعت نفس النماذج بتاعتنا للأمطار المتوقعة خلال 48 ساعة الجاية. يعني لاحظتوا انه في امطار في الناحيه الجنوبيه الشرقيه من السودان، في امطار متوقعه اليوم يوم غد كذلك، دي خرط بتوضح المناطق اللي فيها امطار، وفي يعني السكيل اللي هو شنو المليمترات على الجنب، في تدريج بيوريك انه كل لون بيعني كم مليمتر من المطر المتوقع في اي منطقه، دي 48 ساعة. وكذلك دي خريطه بتوري انه الامطار المتوقعه في الفتره من 1 ل 10 سبتمبر، احنا الليله في يوم اللي هو 30 اغسطس، يعني بعد من بعد بكره لحد 10 يوم، ده المطر المتوقع. و باي لون المطر بيكون؟ المطر دي كلها الوان، دي كلها كميات بتاعت الامطار، الواحد بيشوف الكميه بيتجنبها في تدريج الموضح، بيشوف اللون هو واقع في اي منطقه، ويشوف المليمترات بتاعت الامطار في خلال 10 يوم الاجمالي بتاعها بيكون كم. يعني جميل استاذ ابو القاسم، يعني نماذج عدديه متطوره جدا ومستحدثه عملناها في الهيئه العامه للارصاد الجويه، بتطلع لنا توقعات لكل الموسم ويوميا كل ساعه حسب الحوجة وحسب الطلب. طيب أستاذ أبو القاسم، أنت ذكرت أنه دوركم هو التنبؤ أو عمل كامل بعملية المعلومات وجمعها وإحصائيتها للمتوقع. لا، فلكن بنشهد خلاف ذلك، يعني في الوضع الطبيعي، لأنه نتكلم عن عمل جماعي، أنتم المعلومات المفروض تملكوها للجهات المسؤولة، ممكن حتى إصحاح البيئة أو غيرها من التفاصيل دي. فبنشهد أنه بعد تهطل الأمطار بتحصل الكوارث، هل التنبؤات دي ما بيتم العمل بها ولا الحاصل شنو؟ والله احنا طبعا موجودين في الغرف وبنوري المعلومات بتاعتنا بصوره مستمره، يعني المعلومات متاحه، نحن بيكفينا ان تدينا بس الايميل بتاعك او رقمك بتاع الواتس عشان نديك التوقعات. لكن ما في نشر كبير
لكن احنا من السنة اللي فاتت بدينا ننشر حتى في السوشيال ميديا، وقاعدين نملك كل الغرف بمعلوماتنا دي يعني بكل الدقة اللازمة. يعني دقتنا الحمد لله متطورة جدا، وكل الأمطار اللي نزلت في الفترة اللي فاتت دي كده اتنبأنا بها يعني بشكل جيد، وعملنا لها تحذيرات ونشرنا طيب أستاذ أبو المعلومات القاسم، أنا بتاعتنا. أقصد يعني عفوا يعني في نعم حديثك، آسف للمقاطعة، أنا نعم تحدثنا عن المعلومات اللي بيتم جمعها ورصدها للتنبؤ بما يحدث، حدث ما حدث الآن من يعني أضرار كثير جدا نعم لولاية السودان جراء السيول الأمطار، هل ما كنت يعني على حيطة وحذر إنه كمية هذه الأمطار ولا الجهات الأصلا اللي أنتم قدمتوا لها المعلومات هي ما ساعدت أو ما سارعت بعملية يعني المحافظة؟ وما نعم اهتمت يعني بالإنذار. نعم هم طبعا بيبنوا خططهم على معلوماتنا نحن، دي حاجة المفروض نقولها، لكن دايما في الكوارث قد تأتي أشياء فوق متوقع. التحمل يعني طاقتهم نفسها يعني قدرات السودان. مثلا اللي حصل في طريق بارة ده اليوم ده كان في أمطار على نطاق واسع من كردفان إلى دارفور، وطبعا المجاري كلها في النهاية بتجي راجعة للنيل، حتى انه قالوا ناس النيل الابيض برضه متضررين من انه في يعني بعض الاوديه هي جات اتجمعت وجات عليهم في المشاريع اخبرتها، وكان دي امطار كبيره جدا جدا، كميات كبيره كان هطلت في المنطقه بتاعت كردفان، عمرت على قطع الطريق، حتى انه ما سمحت للناس بالصيانه لانها كانت متواصله في اغسطس يعني، لكن كلها كانت متوقعه بالنسبه لنا. وامطار نزلت في الخرطوم كذلك، احنا كنا مرازين وعملنا تقريرنا اليوم انه في امطار غزيره في الخرطوم، لكن بتجي القدرات بتاعتنا في السودان قدر شنو عشان نقدر نتعامل مع المعلومات دي. وعملنا شراكه مع الاعلاميين السنه دي بصوره كبيره انه معلومات متصل، ووصلنا الريد الاف ام راديوس يعني المحطات الاذاعيه بتاعت الاف ام، ويعني قناة الشروق دي نديها معلومات بصورة مستمرة السنة دي. نعم يعني يمكن أستاذ أبو القاسم يعني في منصة بقت هي منصة إعلام مفتوحة للجميع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ممكن من خلالها تقدروا تنشروا كل الإنذار الممكن والاحتياط والناس تاخذ الحيطة والحذر، لأنه منصات التواصل الاجتماعي بقت متداولة، حتى كان في بعض الصور متداولة في شهر أغسطس لتوقعات لهطول بعض الأمطار وغيره، يعني ممكن نفس الصور دي تحاولوا تنشروها من خلال الواتساب والفيسبوك فيسبوك وتويتر وغيره. طيب نتكلم شوي عن الجديد هذا العام في الطقس، يعني ما هو الجديد؟ بس انا الكلام السوشيال ميديا ده مهم، نحن من السنه اللي فاتت بقينا نشيطين في السوشيال ميديا وصفحتنا عندكم صفحه؟ هي الصفحه في الايام اللي فاتت دي يعني في اليوم الواحد بيكون فيه يعني 10,000 فولورز يعني في يوم واحد، ففي معلوماتنا دي كلها الصور دي موجوده موجوده ايوه، وتحذيراتنا احنا بننشر على مدارس، حتى بالليل بننذر الناس انه في حاجه حتحصل، في ناس متابعين. طيب نتعرف عن بالنسبه ل الجديد يعني هذا الجديد في الطقس، الطقس ده احنا السنه دي طبعا لو لاحظنا انها هي ما زي السنه اللي فاتت خالص، السنه اللي فاتت كان الامطار موزعه بشكل جيد من شهر 5 لبعض الاضرار اللي لاحظت يعني اضرار يعني امطار بعض المناطق السودانيه، امطار متطرفه، وهي نوع من العلامات اللي بتوري انه المناخ بيتغير في السودان، ولاحظنا انه المطر كان في الشماليه، نحن بنرصد امطار في الخرطوم بكميات كبيره اكبر في رايك حتى من لماذا هذا الدمازين. التحول يعني تغير مناخي عام في العالم كله نتيجه لتغيرات في الغلاف الجوي، ودرجات حراره الكره الارضيه زادت، وفي تغير في كميات التبخر، حرائق الغابات تحت الامازون، والحده بتاعت العصير حتى بقت تتفوق على النماذج بتاعت الارصاد في العالم يعني يعني الاعصار بيتوقعوه بقوه ويجي باضعاف، دي حاجه جديده، وناسنا في الشمال ممكن يعملوا حسابهم لانه المره الجايه اول السنين القادمه بيكون في امطار في الشمال، يعني لازم يحتاطوا لانه الوضع ماشي على كده. نحن متوسطات الامطار ملاحظين لانه في الفتره الجايه دي في حالة زيادة خاصة في ناحية الشمال، وفي قلة في الأمطار بتاعها تحصل في الجنوب، وفي الشمال في زيادات، وفي درجات حرارة متطرفة لاحظناها كذلك في الصيف يعني، ومنغولة كانت مسجلة لنا أعلى درجة في تاريخها يعني السنة اللي فاتت يعني وكل سنة المنظمة العالمية للإرصاد الجوي بتطلع تقارير بتقول أنه والله دي أسخن سنة، ففي تغير وفي تطرف في الطقس، ده يدل على انه في فتره بتاع التذبذب، وحيمكن يكون فيها تغير مناخي في فتره قريبه، لابد من ان الناس تعرف تتواءم معه وتعرف تتعامل معه كيف.
من حيث أنه لا بد من أن معلومة الإرصاد تكون متوفرة للجميع، لا بد من مراعاة معلومات الطقس والمناخ في أي منشأة، في أي تخطيط استراتيجي لا بد من أنه جميل تكون في معلومات الإرصاد موجودة ومعروف كميات المياه اللي بتجي. جميل أستاذ أبو القاسم، يعني خلصت الفقرة دي معاك، لكن ذكرت جانب بتاع السوشيال ميديا، يجب أن ننتبه أيضا لوسائل التواصل أو الاتصال التقليدي. يعني الراديو يمتد لمساحات أوسع من مدننا السودانية، لأنه عندنا أبانا وأمهاتنا برضه وجدودنا، المفروض برضه يكون على علم بحالة الطقس ومحطات الأفام لأن هي أقرب إلى المستمع. كتر خيرك أستاذ أبو القاسم إبراهيم إدريس، رئيس وحدة الإنذار المبكر، شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا للاستضافة.